بلغه الارقام كما تفضل السي يوسف وقال بانه يعني اكثر من 40% من ساكنه المملكه، اكثر من 90% من المساحه الاجماليه للمملكه، وايضا مساهمه باكثر من 20% من الناتج الوطني. اليوم هناك مشاكل ومعضلات في العالم القروي، تحدث عنها النموذج التنموي على وجه التحديد، بما ان هذه القيمه التي تعطيها كل الارقام التي سبق ذكرها والتي جاءت ايضا على لسان رئيس الحكومه في جلسه امام مجلس المستشارين، ماذا يحتاج العالم القروي اليوم بغض النظر عما اشار اليه النموذج التنموي، ولكن ربما حاجات ملحه وضروريه من اجل النهوض به، وايضا محاربه الهجرة التي لا زالت مستمرة من العالم القروي صوب المدن والتي تؤزم الوضعية الاقتصادية بالنظر لنسب البطالة المرتفعة وحتى غياب آفاق مستقبلية وفرص شغل لهؤلاء الذين يرحلون تباعا من عالمه القروي بحثا عن جنة النعيم التي يرونها في الحواضر. طبيعة الحال سؤال ديال الاحتياجات هو سؤال متنوع، بحيث أن العالم القروي اليوم لازم يحظى بواحد العناية متنوعة نحو تطوير اقتصاداته المحلية، نحو تطوير يعني الخدمات العمومية خاصة الصحة والتعليم، واللي اليوم داخلة في إطار تمكين ولا يعني التمكين الحقوقي ديالها الساكنة المناطق القروية من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ديالها. طبيعة الحال لازم أن هذا التمكين هذا يتم عبر يعني دراسات الخصوصيات ديال المجالات القروية، وكذلك معرفة البنيات المتحكمة خاصة العقار، طبيعة الأراضي، وكذلك حتى يعني الاحتياجات الأساسية اللي مهمة. اليوم كما كتعرفوا الدولة بذلت مجهود يعني خاصة في يعني في تزويد العالم القروي بماء صالح للشرب، كذلك بربطه بالكهرباء، وهذا مجهود يعني اليوم في يعني المغرب يتفاخر به، بحيث أن وصلنا لواحد النسب متقدمة. مثلا غير الكهرباء اليوم كنتحدثوا على أكثر من 98%، وهذا يعني غادي يخلينا يعني نجودوا الخدمات العموميه، وكذلك نجودوا الحياه في هذه القرى باش يمكن يتم الاحتفاظ بهاد ساكنات القريه في المجالات ديالها. طبيعه الحال هذا الشيء كله مهم، ولكن التمكين الاقتصادي ويعني وتوفير مناصب شغل في العالم القروي مهم، بحيث ان اليوم كما كتشوفوا المخططات كلها منها المخطط المغرب الاخضر بذل مجهود كبير تثمين السلاسل الإنتاجية، بذل مجهود كبير يعني في خلق وحدات إنتاجية بتثمينها إلى غير ذلك، وكذلك في دعم الفلاحة التضامنية، وهذه المجهودات ما يمكن إلا أنها تعطي هذا النوع من الأثر. وبطبيعة الحال بالإضافة للمخططات الأخرى اللي هدفت أنها يعني تحسن من طبيعة الخدمات الاجتماعية وتقلص الفوارق المجالية خاصة مع العالم القروي، وانتم كتعرفوا المجهود اللي بدلو يعني البرنامج ديال تقليص الفوارق الاجتماعية اللي كيدخل فيه مجموعة من المؤسسات، من بينها صندوق ديال تنمية العالم القروي، من بينها الجهات ديال المملكة الـ12، من بينها كذلك وزارة الداخلية، من بينها كذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نعم. هذه مجهودات ما يمكن إلا تعزز يعني تمكين هذه الساكنة القروية من الاحتياجات ديالها، باش يمكننا فعلا نحاربوا يعني الهجرة ومن المنبع ديالها، وبطبيعة الحال كتدخل في إطار تمكين من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة القروية، خاصة ساكنة الجبل، لأن اليوم هي لازم أنها تحظى بعناية خاصة، رغم أن صعوبة يعني التنمية وحشد الموارد المالية، لأن التنمية الجبل هي يعني مسؤولية ثقيلة ماليا، وكذلك مسؤولية مهمة اجتماعيا واقتصاديا لهذه المناطق هذو، باش يمكننا أننا نخلقوا هذا يعني الجاذبية يعني اللي تجعل أن ساكنة خاصة ساكنة الجبل والقرى، خاصة الشباب منهم، يشتغلوا في المجالات ديالهم ويديروا مشاريع يعني منتجة ومهيكلة اللي يمكنها أنها تخلق فرص في الشغل وتعطينا واحد الأثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وترفع من المساهمة دياله.